نتعرف باسم حضرتك وما هو مجال عملكم واختصاصكم؟ زكريا الشربيني، محامي تبع منظمة التراب. شكرا. كيف رأيتم مؤتمر التراب والقائمين على التنظيم، وهل لديكم أفكار جديدة لتطوير هذا العمل؟ ما شاء الله التنظيم رائع، ومجموعة التراب بتهدف لتنمية الصادرات التركية عموما، وإن شاء الله احنا هندعم المنظومة بالآراء القانونية والاستثمار عندنا في مصر برضو نتكلم عنه في الفترة الجاية بإذن الله. إن شاء الله. هل تريدون توجيه كلمة للتراب وكذلك للتركية من خلال هذا المؤتمر؟ بشكر مجموعة التراب وبشكر الدولة التركية على العمل الجيد والتنظيم الرائع اللي هم عاملينه، وإن شاء الله من نجاح لنجاح بالنسبة للصناعة التركية. شكرا لحضرتكم.